الالتهاب الكبدي الحاد أو ما يسمى بمجهول المصدر الذي يستهدف الأطفال سرق الأضواء من كورونا حديث الساعة عالمياً. أولى خطوات البروتوكول العلمي العالمي المعتمد لدى وزارة الصحة لرصد المرض هو إجراء فحص إنزيم الكبد وتحليل الفيروسات الخمس المسببة بالتهاب الكبد إضافة إلى فحص أدينوفيروس. عقب ما أسوي كل هالتحاليل إذا كل هالفحوصات كانت نيجاتيف وسلبية هني ممكن يكون يدش المريض في خانة هذا التهاب الكبد الحاد الغير محدد. كطريقة علاج يسمونه هو supportive therapy، إنك أنت تحاول تعطي سوائل حق المريض، تراقب سلوك الالتهاب عنده، قاعدة تزيد الأنزيمات، قاعدة تنزل، يعني إذا صعدت ونزلت خلاص هذا خير وبركة والمريض بس. لكن إذا تدهورت الحالة هني طبعا يكون التدخل الوحيد اللي موجود اللي هو عن زراعة الكبد. اللقاحات بريء من إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي الحاد. نظريات كثيرة تدور حول أسباب ومصدر إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي الحاد ولكنها غير مؤكدة. في دراسة طلعت في بريطانيا أن شافوا أن احتمال أنه أحد الأسباب يكون اقتناء الكلاب عندهم. فالكلاب شافوا أن المرضى اللي عندهم شافوا أن عندهم نسبة كلاب نوعا ما عالية، فحطين بالهم أن ممكن يكون هذا فيروس انتقل من الكلاب إلى الإنسان. الأسباب اللي معروفة طبعاً في كثير أسباب تعمل التهاب كبد، قلنا الفيروسات الكبد الوبائي وفيروسات أخرى. ثاني شيء اللي نفكر فيه دائماً الأدوية، بعض الأدوية ممكن تعمل التهاب شديد جداً بالكبد. الأعراض المصاحبة للالتهاب الكبدي الحاد عند الأطفال مماثلة للالتهاب الكبدي الوبائي. الأعراض اللي يشتكون منها الأطفال في مثل هذه الحالات تكون نفس أعراض التهاب الكبد الوبائي العادية، اللي هي من آلام في البطن وتغير لون الجلد والعين إلى اللون الأصفر وارتفاع في إنزيمات الكبد. طبعا رصد بأن هناك حالات من هذه الحالات التي أعلن عنها أنهم احتاجوا إلى زراعة الكبد. 10% من الحالات المكتشفة بالالتهاب الكبدي الحاد عند الأطفال عالمياً الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات احتاجوا إلى زراعة الكبد، أما البقية يخضعون إلى علاجات إكلينيكية وسريرية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.